ولأحمد رحمه الله في حديث سعد بن مالك رضي الله عنه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. الغرباء متى؟ إذا فسد الناس. شوف الناس كلهم، ما هم الكفار، الكفار معروفين، لكن فسد المسلمون، فسدوا، دخلهم ما دخلهم من الأفكار والآراء والأهوى والفرق والمناهج والجماعات المختلفة. أن تلزم طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو أصبحت غريبا بينهم اصبر على الغربة، اصبر على الغربة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. هؤلاء هم رفقاؤك في هذا الطريق، لا تستوحش. معك الرسول ومعك الصحابة وأتباعهم، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كيف توحشوا ذولا معك؟ لا تستوحشوا ذولا معك في الطريق، حسن أولئك رفيقا، يرافقونك على هذا الطريق. أي كونك مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم، أو كونك مع فلان وعلان من أهل الضلال، ولو كانوا يدعون الإسلام وهم على ضلال لا تذهب معهم، خليك مع الطريق الصحيح واصبر عليه، اثبت عليه حتى تصل إلى الجنة. نعم.